خامساً توفير المناخ الجاذب للاستثمار. نصت على هذا المبدأ المادة 28 من الدستور، وفي إطاره قضت المحكمة برفض الدعوة المقامة طعناً على دستورية قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة. وتساندت المحكمة في قضائها إلى أن الاستثمار بوصفه قاطرة التنمية الاقتصادية يتسع لمساهمة الوحدات الإنتاجية للدولة وللقطاع الخاص، بما مؤداه أن لكل من الاستثمارين العام والخاص دوره في التنمية، وليس لازماً أن يتخذ هذا الاستثمار شكل وحدة اقتصادية تنشئها الدولة أو توسعها، ولا عليها أن تبقيها كلما كان تعثرها بادياً أو كانت الأموال المستثمرة فيها لا تغل عائداً مجزياً أو كان ممكناً إعادة تشغيلها تحت يد القطاع الخاص لتحقق عائداً أفضل. فكلما رأت الدولة مصلحة عامة في ذلك فلا مخالفة لنصوص الدستور حين تتوجه الدولة لدعم الاستثمار من خلال القطاع الخاص. ولهذه الاعتبارات فإن التشريع المطعون عليه المنظم لضوابط التقاضي بشأن عقود الدولة إنما يهدف إلى إضفاء الاستقرار على معاملات الدولة وحماية الاستثمار، ويكون بهذه المثابة موافقاً للالتزام الدستوري بتوفير المناخ الجاذب للاستثمار.